زادت الأسمنة في المارشي، في مارشي كريو كاين أسمنة زايدة. حنا جايبين البصلة ب 80 كنبيعوا فيها 100 درهم في الكيلو، على درهم باش كنبيعوا فيها الصير فيها كل شيء. هذوك الناس ما رحمولناش ببطوء في مارشي كريو، باعوا لنا السلعة ب 80 ديال الدرهم، باعوا لنا ب 80، كانت ب 30، كانت ب 30 ريال، 30 ريال 25 ريال، اليوم عندنا نجيبوها ب 80 وكنبيعوا فيها ب 100، على درهم في الكيلو فيها الصير فيها بزاف الحوايج، ما كاينش مراقبة. 100 درهم. هي في مارشي كريو ما كاين لا مراقبة لا والو. هنا لهي. هنا لهي. حتى هنا كاين الناس اللي دايره البصله 160 ودايره البصله 1000 فرانك، حنا كنبيعوا فيها دابا 80 100 ريال، عندنا درهم في الكيلو، والداخل كيبيعوا فيها 160 140 دابا 100 درهم في الكيلو، وفي مارشي كريو كنا جواها ب 30 اليوم جبناها ب 80 80 ريال الكيلو بلاصتها، ابار الصير ابار الخدامه ابار الهوندا اللي جابتك وستات الوليدات اش توكل هاد الوليد. لا خويا الاسمنه الله تزرت ولا الفيروس اسمين تزرت ملي هاد البصله كنا نبيعها تنشروها ب 30 ريال ولا تنجيبوها ب 60 ريال 80 ريال، الليمو كان ب 40 ريال ولا ب 1000 فرانك، بطاطا كانت 60 ريال ولا ب 1000 فرانك الكيلو، دابا ما كايناش المراقبه، المراقبه ما كايناش لا على الخضره لا على الرياش لا على اي واحد، المراقبه ما كايناش. لا ماشي صالحنا، كل اللي ما عندوش كل ما عندوش كيلو ديال كيلو ديال البصله ما عندوش باش يشريها، كيلو ديال البطاطا كاين اللي ما عندوش باش يشري ب 1000 فرانك، 1000 فرانك كيلو البطاطا شحال؟ 5 كيلو كديرها ولا دابا دايره كيلو، استغلال استغلال دابا استغلونا على الفرصه ديال الكورونا نجي انا ولادي ندير 1000 فرانك كندير 60 ريال، فلفله كدير 60 ريال وديرها 1000 فرانك، خيزو 60 ريال ودير 240، الدجاج كندير 240 ولا دير 400 ريال 400 الكيلو ولا دير الدجاج، كروازي كدير 1000 فرانك دجاجه ولا دير 380 ريال الكيلو. الاسعار تبدلات ملي ظهر المرض، ملي ظهر المرض تبدلات الاسمنه، حيت انا مارشي كريو لحد الان باقي ما مشيتش ليه، ما عرفتش الثمن ديال المارشي، انا غير الهضره اللي تدور ياك الغلا ولات زادوا في السلعه زادت هنا. البصله كانت كتباع في السوق ب 60 ريال ب 50 ولات كتباع ب 1000 فرانك، 1000 فرانك تيبيعوا فيها في السوق، الدجاج كندير 260 280 ولات تباع فيها ب 400 الكيلو، استغلوا هذه الفرصه ديال الكورونا وتزيدوا على الناس، وكاين اللي ما عندوش كاين اللي ما عندوش كاين عندو الاولاد عندو الكرا وزيدين عليه الثمن. دابا البصله كانوا كيديو كيشروها في الايامات العاديه ب 8 دراهم، ها هي دابا ب 9 دراهم ثمن عادي، الديسير باقي على الثمن العادي عليه، التفاح كانوا كيشروه ب 12 درهم 10 دراهم باقي ب 10 دراهم، تبانن بالفرانك، البطاطا اللي في ارتفاع وماطيشه لان الناس داروا عليها تهافوت، كون هاد الناس ما داروش تهافوت غيبقى الثمن هو الثمن اللي غادي عليه، لان هاد الشيء راه موجود، لان اليوم في المارشي بالغول بان المارشي اليوم 24 ساعه على 24 ساعه بانه حال وبان هاد الخضره وهاد الشيء موجود، راه الناس اللي كيديروا هاد الهيب بان الاثمنه كترتفع، وراه في سوق الجمله فين كاين الارتفاع، الا ما كانش الارتفاع في سوق الجمله حنا غنديروا الارتفاع، حنا ديما غنبيعوا بثمن اللي الا كان الارتفاع في سوق الجمله غيكون الارتفاع هنا، من حد كاين الارتفاع في سوق الجمله راه كاين ارتفاع في الاسواق، راه موجود هاد الشيء، راه ولا هاد الشيء كيتباع على سبعه المرات ثمانيه المرات، واش هاد الشيء غنقول لكم وشكرا.